معايا عبر الهاتف الآن واحد من كبار مدربي كرة القدم المصرية، الكابتن الكبير كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة. كابتن أحمد مشرف ومنور كالعادة، دايما بسعد بتواجدك معايا. حبيبي أخبارك إيه؟ أخبار حضرتك يا كابتن أحمد، منور الدنيا. وأنت والله ده نورك، الله يخليك. يا رب يخليك. النهاردة كابتن أحمد كنا بنعرض تصور لشكل الدوري في الموسم الجديد، دوري شكله طبيعي منطقي ينتهي في شهر مايو بشكل طبيعي زي كل الدوريات اللي في العالم. عايز أعرف برضو رأيك فيما يخص الدوري المصري وتصورك لتحسين هذا المنتج في الفترة القادمة يا كابتن أحمد. تحسين المنتج إن هو يعني إن الدوري يبقى شكله طبيعي، ما يبقاش فيه استثنائي ومش استثنائي والكلام ده. طبعا أنا بالنسبة لي من وجهة نظري الشخصية يعني طبعا المسؤولين هم طبعا أحرار بيتخذوا القرارات اللازمة، بس أنا من وجهة نظري الدوري شكله ما يتغيرش. بس ليه هو ده ايه الضرر لو اتغير يا كابتن احمد برضه عشان الناس تفهم يعني؟ لا ما الناس بتقول كلمه كده وخلاص، لكن هي الضرر للانديه هتضغطك من اول دقيقه ان انت تبقى موجود، يبقى غالبا مدي شكل الكاس مش دوري. انت عايز تضغط ان انت ما تبقى مش في الثمانيه اللي تحت وفي العشره اللي فوق، تبقى من اول دقيقه من اول ماتش انت مضغوط، انت عايز تبقى موجود من ضمن الخمسه اللي فوق او السته اللي فوق. وطبعا الحته دي بتبقى موجوده في اي موسم في العالم، دي موجوده بالتدريج، خصوصا ان انت اغلبيه الفرق باستثناء بعض الفرق اللي ليها هيكل رئيسي، الفرق الكبيره، الفرق كلها اللي بقيت الدوري بتعمل قايمه على الاعارات وقايمه على بتاع، فانت في الاخر الاعارات بتنتهي بيجي لك لعيبه جديده عقبال ما بتاخد وقت، خصوصا ما فيش فتره بين الدوريين، فانت بتاخد وقت عقبال ما يحصل انسجام وتكيف للاوضاع. احنا على سبيل المثال احنا بدانا الموسم كل الناس كانت بتشكك في قدرات سموحه انها تقدر، كل الناس بيقول لك الفرقه دي هتنافس على الهبوط. الحمد لله انت عندك 54 بونت دلوقتي، بس ده حصل بالتدريج على مدار الموسم. ايوه، فالقصه كلها ان هي مش كلمه بتتقال او مسؤول بيطلع يقول ان احنا لازم الدوري بحاله استثنائيه، كلمه سهله. لكن الناس اللي شغاله في المجال عارفه قيمه الدوري الاستثنائي. احنا عملناها قبل كده مجموعتين فتره من الفترات، كان من دي 1 كانت الفرق مهدده بالهبوط، وكان فرق كبيره جدا كانت ممكن تهبط السنه دي. صح، ما فيهاش تكافؤ فرص خالص نهائي. وانت بتقول عايز تعمل دوري قوي، هتعمل دوري قوي ازاي وانت بتفتقد اهم عنصر في الدوري القوي وهو تكافؤ الفرص؟ لا، وفي يا كابتن احمد فرق بتبدا بشكل غير جيد وبتتحسن جدا على مدار الدوري، والعكس صحيح. يعني في فرق بتبدا بشكل كويس يعني جدا، انت في الاخر انت بتعمل دوري بشكله الطبيعي وخلاص. حته بقى ان احنا حصلت مشكله الدوري ده، ما خلاص الدوري ده الحمد لله خلاص خلص، انت ازاي هتبني بقى للدوري الجديد بالمؤجلات ويبقى فيه قانون ولائحه الفرق اللي بتشارك في افريقيا في اكبر عدد، ما يبقاش فيه تاجيل بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي بقى ممكن تقدر تعيد تقييم الامور والتوقيتات بشكل مناسب. طيب كل دول العالم، انت مش دوله منفصله عن الكوكب، كل دول العالم كل انديتها بتلعب في بطولات مختلفه، ما بنشوفش التاجيل، ما بنشوفش القصص دي. فانت في الاخر تشوف الناس بتعمل ايه واعمل زيهم. يعني الموضوع انت مش هتخترع، يعني مش هنخترع حاجه جديده يعني. صح، لكن صح. هو في الاخر ضوابط لوائح، مفيش كبير وصغير، كله بيتطبق عليه. هيحصل مساواه وهيحصل عدل وهيحصل تكافؤ فرص، زائد تطوير منظومات مختلفه، تطوير الملاعب، تطوير التصوير، تطوير الحكام. الموضوع مش شكل دوري وخلاص، في حاجات تفاصيل كتير جدا لازم يبقى تقييمها. وبعدين دي مش هتتولد من بكره ولا من بعده، بس نبدأ انت خطط خطط والتخطيط يبقى واضح للناس كلها عشان الناس تتحمل. صحيح. بس كابتن الكبير كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.